صباح الخير عن جديد. الماي هو سر الحياة ومنبعه، ونتذكر دايما انه الله جعل من الماء كل شيء حي، وانه الحياة بلا ماي مستحيلة. اكيد ما حدا بيختلف على اهمية الماي بحياتنا والفوائد اللي بتنصحنا وبتمنحنا اياها لصحتنا. رح نتناول هذا الموضوع بعمق اكتر مع دكتور مروى زين، اخصائية بعلم السموم السريرية، ورح نحكي معها كمان اليوم عن موضوع كتير مهم. اهلا وسهلا فيك دكتور مروى. Thank you. اهلا فيك. يعني اول شيء قلنا بدنا نحكي عن الماي وخاصة بفترة الصوم، ولكن بما انه حضرتك اخصائية بعلم السموم كمان في موضوع كتير عم بيتداول اونلاين، هو موضوع الرز، وخاصة الرز بعد 24 ساعة، المطبوخ المش مطبوخ والى ما هنالك، فرح نتناوله كمان بالختام. ولكن خلينا نبلش نحكي عن المي. يعني بنعرف أهمية المي إن كان للبشرة، للصحة، لأعضاء الجسم، وعادة بفترة الصيام يعني بيقطع علينا فترة 12 ساعة أو أكثر أوقات ما بنكون عم نفوت على جسمنا مي. خلينا نبلش أول شيء لمحة عن أهمية المي للجسم، وكيف كمان بنقدر نكون عم نستفيد من المي لصحتنا. نحن جسمنا تقريبا 60% منه هو عبارة عن مي. العين بتسبح بمي، مفاصلنا ما بنقدر نحركهم الا لانه في مي بقلبهم. تخيل انه المفاصل حتى 99% من الماده اللي موجوده بيناتهم هي مي. اساسا لما يبلش حدا يبطل يقدر يحرك مفاصله مزبوط بيقولوا لنا شفان. True. حتى مؤخرا بخبروك انه حتى نتائج بعض الافكار السيئه اللي بتطلع هو نتيجه ديهايدريشن بالدماغ، نقص مي. فتخيل قد ايه المي اليوم تتحكم بكل محيط حياتنا. صح نحن اليوم بايام رمضان يعني في انقطاع عن المي لساعات طويله، ولكن عاداتنا السيئه باستهلاك المي موجوده برمضان وبالرات رمضان. يمكن نتحجج هلا بالصيام، بس اذا بتشوف معظم العالم عندهم باد هابتس او عادات سيئه باستهلاك المي. المي هو منه عطش. حاله العطش هو لما يكون الجسم بلش عم بيصرخ انه انا انتهيت، وصلت لمرحله ما دون خط الثريشولد الطبيعي. ولكن المي هي عاده، دائما بقول خلوا حدكم كبايه مي اند سيب. في بتعرف مقولة بتقول اشرب طعامك وكل شرابك. فنحن مشكلنا انه الاكل المي، يا ما نفكر لازم نحط القنينة لنقعد نشربها، ما عندنا كونسبت انه نحمل القنينة وتصب شوي شوي. هلا بايام رمضان شو فينا نعمل؟ عادة بعد بس يصير وقت الفطار طبيعي، اول شيء لازم نعمله هو نشرب مي بكمية طبيعية، مش نحمل القنينة ونفضيها بقلب تمنا. هون اللي بدي اعلق عليه أكتر هو الاتيكيت شرب المي. يعني نحن بس نكون عم ناكل بدنا نفهم كونسبت اكل مش يعني مي، لانه عاده بس نكون عم ناكل اكل ذات طبع حد حلو كتير او مالح كتير، باي ديفولت حتحس حالك عبالك تشرب مي. بتاكل سمك فيه ملح، بتاكل صويا صوص بتحس بدك ملح، بتاكل لح شوكولا بتحس بدك مي، بتاكل لح شوكولا بصير بدك مي. فنحن لما بتكون الاطعمه غير متوازيه دغري الجسم بيركض بصير بده مي. ولكن اذا انت فيك تعمل ريزيستنس لهالموضوع لمده نص ساعه على القليله ما تشرب، حيروح هيدا الحس بالعطش. وانت مفروض من بعدها تتناول او تشرب المي من بعد ما تنتهي واجبتك بمده ساعه ونص لساعتين. ليه؟ لانه نحن الانزيمات يلي بتنوجد بالمعده لتهضم الاكل، هيدي الانزيمات لما نحن بنعطيها مي بصير لها ديليوشن، بتتخفف، بتصير الانزيم اللي فرزوا المعده لحتى تقدر تهضم الاكل ما بقى قادر يقوم بوظيفته. فاللي بتعمله المعده بهيدا الوقت بتقول اوكي وقفوا الشغل، اسحبوا المي لنرجع نقدر نقول للبنكرياس يرجع يفرز لنا انزيمات جديده يبعث لنا اياهم على المعده لنقدر نهضم من جديد. شو بيصير عنا بهالوقت؟ صار في عنا نفخه بالبطن، صار في عنا تاخر هضم للاكل، وهذا الشيء اكيد لما بيصير في تاخر هضم حيصير في عندي رفلو، حصير في حس انه انا في عندي اسيد عالي، ححس حتى انه الاكل اللي موجود بمعدتي بدل ما ينهضم بفتره ساعه ونص وساعتين عم ياخذ اوقات اكثر لحتى ينهضم. فهيدي اكثر اتيكيت بنقول شرب المي، اشربوا اول ما تفطروا اكيد، لانه هذا الشيء المفروض اول شيء ينزل على معدتنا. ولكن ان كان عم نحكي برمضان او برات رمضان، كل شيء ليكويد ما مفروض يكون ضمن الوجبه الغذائيه. بس نخلص الوجبه بعدها بساعتين نحن فينا نستهلك المي. هلا يعني صار في كذا سؤال براسي عبالي اقسمهم كمان عن الموضوع اللي عم نحكي عنه، خاصه على شرب المي مع الاكل، لانه في كثير عالم بتعرف انه بتقول لا اذا بشرب مي مع الاكل انا يا بنتفخ بسرعة يا دغري بشبع، يا كمان بذات الوقت تعمل نفخة مثل ما ذكرنا. ولكن في عنا هيك كمان شغلة بنسمعها دايما انه شرب الاكل نص ساعة قبل شرب المي، نص ساعة قبل الاكل. Yes.
وبنرجع بناكل. هيدا الشيء كمان صح. سو يا بنشرب نص ساعه قبل الاكل، يا بنشرب من بعد الاكل بساعه ونص لساعتين. هيدا نفسه بموضوع الاكل بحد ذاته، يعني حتى وجبتك اليوم لما بتاكلها ما ترجع تلقمش اكل غير ما يقطع عليك ساعه ونص او ساعتين. هو شو بيصير عنا اذا بدنا نتخيل شكل المعده؟ في عنا بوابه اللي هي بتنزل الاكل من التم للمعده، وفي عنا بوابه اللي بتنقل الاكل من المعده للامعاء. لما بيكون الاكل عم ينزل بتسكر البوابه اللي بتنزل الاكل من المعده للامعاء لحتى الاكل ينهضم. بس ينهضم الاكل بتفتح هيدي البوابه تينزلوا الاكلات. تخيل انت وعم تاكل قررت فجاه بعد مثلا شي 3 ارباع ساعه استحليت شي بدك تاكله والاكل كان هون عم ينزل على الامعاء، شو بيصير فجاه؟ بتتسكر هالبوابه لانه في اكل جديد نازل. شو بيصير بالاكل اللي انهضم؟ بلش يعمل فرمنتيشن، بلش يصير في عندي تخمرات، بلش يصير في عندي افرازات غازيه، ان كان عم بحكي الرفلو اللي عم بحس فيه او النفخه. فمشان هيك لا تتفادوا النفخه، ما تشربوا مع الاكل وما تقطعوا اكلكم، يعني اكلتوا الوجبه بس تخلصوا اكل اتركوا المعده بحالها، خليها تخلص هضم ومن بعدها رجعوا بعد ساعه ونص ساعتين شوفوا اذا على بالكم بعد تاكلوا او بعدكم جوعانين. يعني هذه كمان نقطه كثير مهمه لانه في كثير غلط لغط على الموضوع ويمكن منه كثير واضح لبعض الاشخاص لانه كل حدا بيعتقد بطريقه معينه. ويمكن كمان نوعيه الاكل بتاثر، يعني اذا عم ناكل شيء في عجين في يمكن كاربس غير ما نكون عم ناكل خضره او فواكه. مزبوط ولا هو كل ما نكون عم ناكل وجبه غير متوازنه؟ الوجبه المتوازنه انت من بعد ما تخلص هي الوجبه الطبيعيه المتوازنه، يعني اللي بنقلها يمكن ين ويانج اللي هي أوكي. فيها الكماليات كبوزيتيف ونيجاتيف. عاده لما بتخلص وجبتك وبتحس وراها انت عبالك تاكل سكر او ملح او تشرب مي، معناتها وجبتك منها متوازنه. فما في شك بهيدي الحالة أكيد لما تكون في كمية صوديوم كتير عالية بالأكل، يود عالي، هيدا كله بحسسك أنك أنت بدك تشرب مي وبتغلط إذا شربت مي لأنه بتقضيها كل الوقت بتبطل فيك تتنفس. مزبوط. بتبطل قادر تحس حالك تقوم تمشي وبتحس قدامك بطنك صار بالون. يعني هيدي شغلة كمان كتير أشخاص بيعانوا منها، فيمكن كمان موضوع المي لازم ينتبهوا عليه كرمال هالموضوع. اليوم دكتور كمان بس نحكي عن الصيام إن كان بشهر رمضان أو إن كان كمان حتى عن المسيحية، في فترة طويلة مثل ما ذكرت حضرتك بلا مي، يعني بنوصل على وقت الإفطار بنحمل قنينة المي وبنترعى مثل ما هي. هذا الشيء ذكرت حضرتك انه مش مزبوط، شو بيأثر على الجسم هذا الشيء اذا تناولنا المي بكميه كثير كبيره فرد مره؟ سو نحن بدنا نتخيل الكلوه هي عباره عن ماشين بتعمل بروسس للليكويد يلي موجود بالجسم، فانا لما بعطيها فجاه كميه مي كثير كبيره بكون عم بعمل شوك للكلوه. سو الكلوه ما بتقدر تعمل بروسس لكميه المي اللي فجاه نزلت، وهيدا بالتالي بيؤدي لعدم بالانسينج بنسبه الاملاح يلي موجوده بالجسم. طبيعي بياثر على كل اعضاء الجسم، من هيك قلنا لازم ناكل شرابنا، يعني لازم ناخذ كميه المي بكميات معتدله، ولكن هيدا ما بينكل نحن لازم ناخذ على القليل لترين لترين ونص بالنهار. كيف بدنا نعملهم بفتره صيام؟ مثل ما قلت اول ما بدنا نفطر ناخذ كميه قليله، اذا فينا نريح ولو 10 دقائق ود بي جريت، لانه عاده الواحد ورا الجوع بتلاقيه دغري ببلش ياكل. 10 دقائق كميه كثير منيحه على القليله نبلش وراها الاكل، ومن بعد ما نخلص اكلنا مثل ما قلت هون عندنا كل الليل نحن نكون عم نشرب فيه مي. نفس الشيء اذا وصلنا لوقت السحور كمان بناخذ مي قبل السحور بنص ساعه، نتسحر من بعد السحور بساعة ونص فينا نرجع نشرب مي ونضلنا. في ناس بتوعى بكير كمان لحتى تاخد سحورة. سو كمان قبل النوم فينا ناخد هالكميات منظمة، يعني بنعملها بطريقة منظمة كرمال ما نتضايق ونكون كمان عم نستفيد بذات الوقت. دكتور شو قصة الأكل اللي بيكون فيه مي؟ يعني مثل الشوربة أو الخضرة، يعني الخيار كمان في كتير مي بنلاقيه بالسلادات بالافطارات، هولي كمان بيكونوا عم بيعوضوا المي الناقصه ولا هولي غير موضوع كليا؟ انت لما عم تاخد سوب خلينا نحكي مثلا شوربه خضره، انت سلقت الخضره والمينرالز تبع الخضره صاروا موجودين بقلب هيدي المي، فانا هون عم فكر مينرالز ما عم فكر مي، وهول مينرالز هن كتير اساسيات باكلنا، لانه اليوم الجسم اذا ما فيه مينرالز لو اخذت مي قد ما اخذت، اذا المي ما فيها مينرالز بالكومبوزيشنز الطبيعيه ما كأني شربت شيء. هو المقصود بسايد الليكويد هو كمية المينرالز اللي أنا عم باخدها. كتير مهم ناخد شوربة قبل على وقت الفطار، خاصة إذا عم نحكي شوربة خضرة أو شوربة عدس، لأنه في هيدا المينرالز. والكمية نحن شو عم ناخد؟ عم ناخد كاسة. الكاسة هي منه شيء حيوقف للدايجشن إذا يعني ما بيعوضوا عن المي، بس بذات الوقت بيعطوا كمان الجسم العديد من المكونات اللي بيحتاجها وخاصة بهالفترة. خلينا نحكي كمان عن الشق اللي الأشخاص اللي ما بتشرب مي بالمرة، يعني أنا كمان كذا مرة طالعين مع أخصائية التغذية بيقولوا لنا القهوة، الشاي، كل شيء فيك
كافيين ما بيستبدل بالمي. يعني في عالم بتقضي معظم قبل الظهر تبعها بتشرب قهوه ما بتشرب مي، بتقلك انا عم باخذ الليكويدز من القهوه، ولكن هذا الشيء ما بيصير. كمان خبرينا عن اهمال المي او عدم شرب المي، شو بيأثر للشخص كمان؟ ليك هو بس بين هلالين، موضوع القهوه هو بده حلقه لحاله. مزبوط. قد ايه عم يعملنا ادكشنز؟ تعرف حتى الاولاد اللي عم تخلق عم بيكون عندها مشاكل ذهنيه من وراء استهلاك القهوه العالي عند الحوامل. خلص بس ما حنحكي عن القهوه هلا، اكيد القهوه والشاي ما بيعوضوا عن المي. في المشكلة انه اليوم الناس عندها باد توليرنس على المي، ما بتشرب مي، ما بتحب طعمة المي. في ناس بتقلي انا ما بقدر اتحمل لا طعمة اللي موجودة بالمي، ومن هيك اليوم كتير عندنا مشاكل على جميع الاصعدة. العالم ما بتعرف انه هي مربوطة بالمي. اليوم الاريثرايتس احد اكتر اسباب المشاكل المفاصل هو الديهايدريشن، هو نقص المي. 99% من هالمادة هي مي. فانا اذا عندي نشفين بقلب جسمي، جسمك بيركض على المفصل لياخد منه مي ليعود الفلو تبع المي بقلب الدم. فليك انا بمشكل ديهايدريشن قادره اخده بكبايه مي ما جبته، جسمي اضطر يروح يعوده من قلب مفصل، او اضطر يعوده حتى من الخلايا الدماغيه ياخد منها المي. يعني هيدي قد ايه كمان بتكون عم بتاثر على الشخص ككل؟ يعني بدل ما نشرب كبايه مي جسمنا بده يلاقي مورد جديد للمي عم ياخذ من غير محلات، وهذا بيؤدي لمشاكل اكبر كمان. يعني بدنا نعوضهم نرجع بكل الاحوال. فالفكره انه ما نشرب مي بس نعطش، نحن بدنا نشرب مي كل الوقت، بنعتبره مثل الهواء اللي عم نتنفسه، سيبين كل النهار بخلي حدا قنينه، لو كل شوي نقطه نقطه. يعني قد ما كنت ما بتحمل اللا طعمه ما بقدر اذا اخذت هالسب الخفيف اضبط ما نحط قهوه او شاي او سوفت درينك او عصير. هو انا قلت لك الشاي والقهوه بعتبره ادكشن اكثر من اللي بتعاطى دراجز. دكتور بس نحكي كمان عن انه بلا طعمه، هلا فينا في عالم بتزيد لها شويه حامض، في عالم بتعملها خلطه ديتوكس بتحط معها اوقات سينامون، بتحط حامض نعنع خيار، هذا شيء مقبول؟ اكيد كثير منيح. اصلا واحدة من كثير القصص المنيحه اللي تعملنا اكتيفيشن للانزيمات الصبح هو انه نحن نحط عصره حامض الصبح بكبايه مي، اكيد ما تكون كثير مسقعه، وناخذها لحتى تقدر تعملنا اكتيفيشن للمعده الصبح. وفي هيك يعني كمان اشاعه يمكن بتنحكى انه المي بتنصح، يعني في كثير بنات بيقولوا انا ما بشرب مي لانه المي بتنصح، هل هذا الشيء مزبوط؟ الكونسبت هي انه في ناس عندها ووتر ريتنشن. ووتر ريتنشن هو لما المي ما يكون بقلب الخليه، يكون برات الخليه. هيدا سببه انه هيدا الشخص عنده نقص بالمعادن بجسمه، لانه الشيء اللي بيقدر يفوت المي من برات الخليه لقلب الخليه هو المغنيسيوم. ونحن اليوم المغنيسيوم نفتقده بمعظم اكلنا، لانه الاكل مطبوخ والاكل ما عم نقدر ناخذ من مصادر صح، او اكلنا مثل ما قلت لك عم بيكون 3 ارباع الوقت مقلي مشوي مطبوخ. سو الحل هو العالم انه يقدروا ياخذوا ولو حبه كالتيك سولت او هيمالايان سولت مع كباية المي اللي عم يشربوها، يحطوا كريستال صغيرة بقلب تمهم ويشربوا المي، بيكونوا عم بيعلوا نسبة المغنيسيوم يلي بيسمح للمي يفوت من برات الخلية على قلب الخلية. بس أكيد المي ما بنصح، بالعكس حتى الواحد إذا بده يضعف لازم ياخد مي ليقدر جسمه يكون عم بيعمل دريناج طبيعي. وبعتقد أكتر مشروب لايت هو المي. أصلا ما فيه كالوريز، ما فيه شيء. وبعتقد كمان يعني السيف سايد، لا عم ناخد شيء بيضر ولا عم ناخد شيء يعني سبلمنتس أو فيتامينز ما بنعرف من وين جايين، عم ناخد شيء منبعه مزبوط وبنعرف إفادته. تفضلي. سو بلشت حديثك وجعلنا من الماء كل شيء حي، فدفنت للمي بلي نحن منا سليمين ومنا صحيح. هيك رح نخلص حديثنا عن المي، فتذكروا لترين ونص تقريبا لترين ونص، ولكن مش فرد مرة، يعني خذهم بتقسيم، نخلي كباية أو جورد حدنا. في كتير أشخاص بيجيبوا الجورد بياخذوها معهم على الجيم بس يظهروا، ولكن خليها حدنا بالمكتب. فينا مثل ما قلت نعمل فليفرينج اذا ما بنحب اللاطعمه، نعمل عصره حامض، نعمل شيء. فاكيد هذا الموضوع كثير مهم، ولكن رح ننتقل على موضوع هلا كمان شغل الدنيا، انا شغل الدنيا معي ما بعرف الاشخاص الباقيه، وهو موضوع الرز. يعني اليابان هلا طلعت بدراسه جديده انه الرز المطبوخ يمكن اكثر بالتحديد ممنوع يقطع عليه 24 ساعه نرجع ناكله، لانه بيعمل نوع من العفن. الدراسة هي بترجع لسنة 1920. هلا أنا لما حكيت عن دراسة 1920 كنت عم جرب، بس بتعرف الواحد لما بيقول عم بدق على بابك بس يلفت لك نظرك من أي متى بلشت مشاكل أو تنعرف مشاكل الرز. فبسنة 1920 كان في جائحة مرضية دربت باليابان. طبعا في كتير دراسات بتقول هي ما كان سببها الرز، كان سببها نقص فيتامين معين، ولكن الرز كان احد الاسباب يلي ادت لانه هيدي الجائحه تضرب العالم بوقتها.
شو ارتباط هذا الموضوع بال24 ساعة تبع الرز اليوم؟ حتى في دراسة عملت بلبنان بجامعة الألقيو بسنة 2022 دكتور بيت الحسن أخذوا كل سامبلز الرز يلي موجودة بلبنان وعملوا عليها ستادي تيشوفوا شو في بقلبها. طبعا لقوا كتير قصص انكلودينج نوع من التوكسينز يلي هو بتفرزه الفانجس اسمه أفلاتوكسين. هذا التوكسين في له معدل طبيعي تحته بيكون يعني ضمن هالرينج بيكون المعدل مقبول عالميا، فوق هيدا الرينج بيكون منه مقبول. للأسف طلع العينات كلها فيها أفلاتوكسين، وفي نوعيات كتير طلع المعدل اللي موجود فيها فوق المعدل الطبيعي. الأفلاتوكسين هو توكسين بيفرزه الفنجس الفطريات، ونتيجة استعمال الـ إذا بدك الهربيسايدز والفيرتلايزرز اللي بنحطهم اليوم، الأسمدة الكيماوية اللي بتنحط مع الزرع، هيدا النوع من التوكسينز عم بتزيد، لأنه عادة البكتيريا والفنجس بيعيشوا بحالة بالانس. نحن عنا شيء اسمه the citric cycle أو cycle of life، بيعيشوا بحالة بالانس. لما واحد منهم يطلع فوق المعدل الطبيعي بيصير مسم. هيدا الفيرتلايزرز والهربيسايدز نشأت نوع من عدم التوازن بقلب التربة، وهذا الشيء اللي أدى لارتفاع نسبة الأفلاتوكسين. الأفلاتوكسين اليوم مش بس موجود بكميات عالية بالرز بلبنان، حتى الدراسات بالإمارات قالت هيك، بكتير دول من الاتحاد الأوروبي كمان قالت هيدا الشيء. ولكن النسبة اللي موجودة من هيدا الأفلاتوكسين إذا غسلناها ما بتروح، إذا طبخناها ما بتروح. فمن هون كانت التوصية أنه نحن نقدر نطبخ مقدار حاجتنا لمدة 24 ساعة، لأنه صح منظمة الصحة العالمية بتقول فيكم تخلوا الرز بالبراد لثلاث أربعة أيام إذا كان ما فيه أفلاتوكسين، ولكن الرز طبعنا فيه أفلاتوكسين. نحن بلبنان فيه. واحد. اثنين، لما بحطه بالبراد، سوري هو مش بس بلبنان، almost now بكل دول العالم في أفلاتوكسين. كل العالم عم تستعمل للأسف، بس كله موجود بقلبه هيدي المادة. سو لما بينحط بالبراد الأفلاتوكسين ما بيوقف، النمو تبعه إذا بدك بيبطأ بس بيدلهم موجود. مشان هيك لحتى نتفادى ناخد هالكمية كبيرة من الأفلاتوكسين خلينا نستهلكه within 24 ساعة ونطبخ على قد حاجتنا. وهلأ كل حدا عنده رز بالبراد يمكن راح يشوف إذا رزيته عليهم شيء ما بيبين هيدا، لا له ريحة ولا بنقدر نقشعه بالعين المجردة، فذاتس واي صعب نعرف. لأنه في ناس كتير خبرتني أنه بس ما أنا بشوف ما له ريحة وما له شيء، فليه ما بدنا نستهلكه؟ بتاخد على راسنا عفن، يعني بيتغير لونه بتطلع ريحته، ولكن الأفلاتوكسين بالتحديد ما بيبين بالرز لا أبداً. ريحة يعني ولا لون ونشوفه. اليوم بس نحكي كمان عن الرز بالتحديد، نحن بنعرف عنا بلبنان في كتير طبخات، ومعظم الطبخات يا بينعمل حدا رز يا داخلها رز كمان، وهذا نفس الموضوع اللي عم نحكيه، يعني مش بس الرز عم نحكي بس نحضره ونحطه بالبراد، ولكن حتى لما يكون ممدوج مع سوسات تانية مع طبخات تانية وإلى ما هنالك. مزبوط؟ دفنتلي. هلأ بتعرف ماما قالت لي ما حبعد حدا من العالم، يعني أنه أنا بطبخ طبخة المحشي أوقات بتبقى يومين ثلاثة بالبراد. هلأ الفكرة نحن ثلاث ارباع اكلنا اليوم هيدروجينيتد وريفايند وفيه اكل توكسيك. انا ما عم اقول نو واي غير بس تاكلون ودن 24 ساعه، بس كل ما الواحد قادر يتفادى ويختصر كميه سموم ليه لا؟ يعني اليوم الرز لحد اليخنه فيك تطبخه ل 24 ساعه، يمكن طبخه المحشي اصعب، يمكن طبخه ثانيه اصعب، بس قد ما فينا نحن نتفادى ونكون عم نخفف كميه التوكسيسيتي اللي عم بتفوت بجسمنا، بيكون نحن عم نحمي هالجسم اكثر. وكمان تفضلي. في بس بدي اياك، لانه كانت في وحده من الاسئله اللي كثير انطرحت. في كتير ناس قالوا لي نحن أخصائيين التغذية بيقولوا لنا لازم نستهلك الرز بعد يومين أو ثلاثة بيكون أفضل. هذا الحكي صح من منطلق السعرات الحرارية، يعني ولكن السعرات الحرارية بتحول بتغير نوع النشا، ببطل بيعطي نفس السعرات الحرارية، بس بيعمل إشياء تانية. يس هذا الحكي صح والحكي اللي أنا عم بقوله صح، ولكن هذا الحكي من منطلق سموم، هذا الحكي من منطلق سعرات حرارية. فلو كان الرز ما فيه أفلاتوكسين وما عم بيستعمله هالهربيسايدز والراوند أبس منفكر كنا حنلحق حكي الدايتيشنز يلي بيقولوا تناولوه بعد يومين وثلاثة لأنه حيكون سعراته الحرارية أكتر. دكتور مروة، شو العوارض المعقول يعملها الرز؟ يعني نحن يمكن عم نحكي عن السموم الموجودة أو الأفلاتوكسين وإلى ما هنالك، ولكن نحن كيف بيعمل هذا الشيء ردة فعل على جسمنا وكيف بننتبه؟ يعني يمكن الأشخاص عم تقول بس أنا كل حياتي بعمل باكل رز بعد صار له يومين أو ثلاثة، ولكن يمكن بيصير معها أشياء ما بتنتبه لها غير ما نكون عم نسكرها. شو هن العوارض المعقول تبين على الشخص
اذا اكل رز. هلا اذا كانت كميه الافلاتوكسين كثير عاليه فينا نشوف دغري عوارض، يلي هي نوزيا، بحس الواحد عم تلعى نفسه، يمكن معقول يصيبه اسهال، وجع بطن. ولكن انا مع يعني كثير قليل ما يكون واحد تارك وجبه هالقد وكميه الافلاتوكسين ان ليس حاططها برات البراد، لانه مثل ما قلنا البراد ببطئ النمو. ولكن اذا محطوطه لوقت طويل برا ايه معقول يصير في عنده هالعوارض. ولكن انا العوارض اللي عم بحكي عنها هي عوارض تراكميه، يعني هي عوارض انت ما معقول مثل ما بيقولوا تجني ثمارة العاطلة الا بعد مرور سنين طويلة، يلي هي حالتنا بثلاث ارباع الاساس يلي بناكلها. دايما نحن امراضنا بيقول كان طول عمره بياكل اكل صحي، كيف فجأة صار عنده سرطان؟ سرطان لانه في عادات انت ما عارف عم تعملها غلط، عم تتراكم على طول هالسنين بقلب جسمك، ادت لانه يصير عندك سكري، ليصير في عندك كانسر. هون تعليقا على قصة الكانسر، خليني احكي على الرز من منطلق غير موضوع قد ايه 24 ساعة. بتعرف نحن اليوم جسمنا في عنده بي اتش، هيدي البي اتش بحافظ عليها بطريقة توازن بين الاسيد والناتري، صح؟ بس لكن جسمنا بفضل ما يكون بالنص، يكون شوي بميل صوب الكلوية اكتر. الرز بينتمي للاكل يلي هو اسيدي، ونحن اكل الاسيدي من وجبتنا خلال النهار ال 24 ساعة ما لازم يتخطى ال 20%. فانت تخيل 20% هو فيهم مقالي، فيهم كل شيء، فيه سكر، فيهم كل شيء، فيه قلبان واجبان. مزبوط. يعني قد ايه وجبه الرز اصلا لازم تكون كتير قليله، فهيدا بيساعد الافلاتوكسين، لازم تكون استهلاكنا للرز بحد ذاته قليل. الموضوع يعني دائما المواضيع لما نحكي عن السموم عن الاكل بالتحديد مواضيع كتير واسعه، وخاصه لما نحكي عن اكل، لانه بنعرف بيأثروا على الأولاد، بيأثروا على العيلة ككل بالبيت، وحلو ناخد معلومات لأنه تنعرف كيف بدنا نتصرف لبعدين كمان. فاليوم حكينا عن الرز، يمكن موضوعنا جاي يكون عن غير موضوع، ولكن بعتقد كل الأشخاص أخذوا معلومات اليوم. أنا بدي أشكرك كتير دكتور مروى زين، يعني عن جد أعطيتنا معلومات إن كان عن المي وكل اليوم كمان عن الرز. إذا بعد معي دقيقة بدي أزيد شغلي على موضوع الرز، كتير مهم كمان اليوم بشوف كتير بيبيز بعد ما طلع لهم دراس عم يعطوا أمهات عم يعطوا أولادهم رز. الرز او كل شيء نشويات ما فينا نعطيه للبيبيز قبل ما يطلعوا دراسهم، لانه بس يطلع الدرس بيطلع بالجسم الانزيم يلي بيقدر يهضم النشويات. بصير وقت قبل هيدا العمر ينعطل. ما في عنا هيدا الانزيم، يعني ما بيقدر الجسم يهضم النشويات. هيدي كمان معلومة كتير مهمة ولازم كل الامهات تعرفها، وكمان الستات اللي عم يحضروا يخبروا اولادهم كمان اذا اولادهم مش حدهم. هن الستات اهم شيء 100% التيتا. ولكن ميرسي كتير لك دكتور مروى زين، اخصائيه بعلم السموم السريريه، واكيد رح نكون بحلقات سابقه بدنا نحكي عن القهوه كمان اكيد بحلقه تانية. ولكن ميرسي على كل المعلومات اللي اعطيتيني اياها، وبعتقد كل الاشخاص صار عندهم هيك كمان فكره ان كان على المي وان كان على الرز. قبل ما نكمل صبحيتنا بحب ذكر كل الاشخاص اللي عابلها ترجع تحضر هيدي الفقره او حيلا فقره من برنامجنا، تتجه على youtube.com وعلى قناه تيلي ليبان، وبتقدر تشوف كمان كل البرامج اللي عم يقطعوا على الشاشه. بريك قصير ومنتابع.